أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاب رحمون عمران في حادث مرور أليم بحي شرشورة ببلدية عين والمان. تمثل الحادث الأليم في اصطدام عنيف بين دراجة نارية وشاحنة. الشاب المتوفي رحمه الله كان يقود الدراجة النارية، توفي في عين المكان، في حين يتواجد شقيقه في حالة حرجة في المستشفى. وللإشارة، الشقيقين كانوا على متن الدراجة النارية. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. تمنياتنا بالشفاء العاجل للجريح شقيق المتوفي. إن لله وإن إليه راجعون.